السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المراحل الثانوية. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا 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 في أكثر من مرحلة. الأنسجة النباتية العلماء صنفوها إلى أنسجة بسيطة وأنسجة مركبة. يبقى في أنسجة بسيطة وأنسجة مركب. هو في فرق طبعا. أنسجة بسيطة فيها 3 أنواع وهنقولهم باختصار شديد جدا جدا جدا. الأنسجة البسيطة في منها النسيج البارنشيمي، النسيج الكولونشيمي، 3 النسيج الإسكالارنشيمي. الكلام ده مهم يا جماعة، وبالرسم كمان بقدر الامكان. الانسجة المركبة هنقولها حالا ان شاء الله. نخلص التلاتة دول الاول كده: النسيج البارنشيمي، النسيج الكولونشيمي، النسيج الاسكالرنشيمي. اولا النسيج البارنشيمي له وظيفة مهمة جدا جدا. اولا هي خلايا بيضاوية او مستديرة بينها مسافات بينية او فجوات. خلاص، يبقى الوقت هنا بينها فراغات او مسافات ما بين الخلية والاخرى. معروف ان اي خلية في الدنيا لازم يبقى فيها نواة. يبقى دي رسمة مختصرة جدا. في فراغات للتهوية، مهمة جدا. خلاص، فيها بلاستيدة، يبقى خصائصها ايه؟ تحتوي على فراغات للتهوية. فيها بلاستيدة، فيها بلاستيدة خضراء، بها بلاستيدة خضراء او ملونة او عادمة الالوان. يبقى البلاستيدة بانواع كخاصية موجودة فيها فجوات. ما هي اي خلية في الدنيا نباتية فيها فجوة عصارية ايه كبيرة. موجودة فين؟ اين توجد؟ في درنة البطاطس. يبقى المثال عندنا هنا درنة البطاطس، مهم مكانها. طب الوظيفة الرئيسية بتاعتها، ما هي وظيفتها الرئيسية؟ أولا طالما قلنا بطاطس يبقى تخزين نشا. خلاص، يعني حاجة مرتبطة بحاجة، تخزين النشا. طيب ما فيها فراغات، إذا مسؤول عن التهوية. خدوا بالكوا كلام مرتبط ببعضه، تهوية ليه؟ لأن فيها فراغات. طب حاجة تانية فيها بلاستيدات بأنواعها الثلاث، اذا مسؤولة عن القيام بعملية الايه؟ البناء الضوء. يبقى القيام بعملية البناء الضوء. يبقى ده باختصار شديد جدا اتكلمنا عن نسيج ايه؟ البرنشيمي. اهم حاجة وجوده في درنات البطاطس كمثال عشان نبقى عارفين. نيجي للنسيج التاني الكولونشيمي. نسيج الكولونشيمي الجدر مغلظة تغليظ غير تام بمادة السليولوز. خلاص، فبيقول أساسا عبارة عن نسيج مستطيل بعض الشيء، يعني إلى حد ما كده. خدوا بالكم الجدار بتاعه يعني فيه مغلظ، بنقول تغليظ غير تام أو غير منتظم، يعني الجدر بتاعته بس اللي هي مغلظة. يبقى لازم الأنوية اهي. يبقى هنا اهو جدره مغلظة بمادة السليولوز، ودي مادة مرنة طبعا. بمادة ايه؟ السليولوز. خلاص، وبتبقى مرنة. طيب موجود فين اماكنه؟ موجود فين؟ في ساق البقدونس. تمام. الوظيفة تدعيم النبات بإكسابه الليونة. كلام مهم جدا يا جماعة. يبقى ده بالنسبة لمين؟ للنسيج الكولونشيمي، وقلنا جدره مغلظة، خلاص تغليظ غير تام.
غير منتظم، غير منتظم، غير منتظم بمادة ايه؟ السليولوز. يبقى الكلام ده ايه؟ مهم جدا جدا جدا. خلاص، بالنسبة لتالت نوع واخر نوع اللي هو الاسكلرانشيمي، مغلظ تغليظ تام، خلاص، والخلايا بتاعته مغلظة ما بينها وبين بعضها تغليظ تام بمادتين، مغلظ بمادة، مغلظ بمادة اللجنين وهي مادة قوية جدا صلبة، خلاص، وأيضا بإيه؟ والسليولوز. يبقى السليولوز بيكسبها ليونة، والمادة اللي بتكسبها صلبة مين؟ اللجنين. خلاص، عندي هنا المثال، طبعا هنا الأنوية ودي مغلظ تغليظ تام كلها، مادة اللجنين والإيه والسيبرين، خلاص، اللي هو الإيه السليولوز، خلاص، زي ثمرة الإيه الكمثرى. مثال ثمرة الكمثرى. طيب، في ايه المطلوب؟ تقوية وتدعيم، تقوية وتدعيم، تقوية وتدعيم بإكسابه صلابة، بإكسابه صلابة عن طريق مادة اللجنين، وليونة عن طريق مين؟ مادة السليولوز. يبقى المادتين دول لهم دور كبير في عمل ووظيفة مين؟ النسيج الاسكلرانشيم. يبقى دي الأنسجة البسيطة. ما هو النسيج البسيط أساسا؟ ايه هو النسيج البسيط؟ تعريف النسيج البسيط، النسيج البسيط مجموعة، مجموعة من الخلايا المتماثلة في الشكل والتركيب والوظيفة. كلام مهم جدا جدا جدا. يبقى تعريف النسيج البسيط مهم جدا. مجموعة من الخلايا المتماثلة في الشكل والتركيب والوظيفة. نيجي للأنسجة المركبة. الأنسجة المركبة تتكون من عدة أنسجة، تتكون من عدة إيه؟ أنسجة. يعني إيه تتكون من عدة أنسجة؟ طبعا الوظيفة الرئيسية احنا بنسمي الأنسجة المركبة أنسجة توصيلية. أنسجة إيه؟ توصيلية. اشمعنى؟ وعائية أو توصيلية. الكلام ده مهم يا مستر. طبعا وعائية أو توصيلية. ليه؟ تتكون من عدة أنسجة، خلاص، مختلفة، يعني في أكتر من حاجة. طيب عاوزين نقول إيه الأمثلة عندنا؟ الأمثلة أنا عندي الخشب واللحاء، وهنتكلم عن الاتنين حالا تحت. بس قبل ما نتكلم، لو أنا خدت قطاع عرضي بهذا الشكل، إيه حكاية الخشب واللحاء؟ الخشب بيبقى شكله كده، بص المنظر ده، أوعية الخشب اهي، المنظر ده جميل جدا جدا، هيفهمنا قصة الايه الأوعية الناقلة أو الأوعية التوصيلية. ليه؟ لأن ده الخشب اهو، خدوا بالكم، الخشب ده بنفس المنظر وبنفس الشكل في الجذر والساق والورق، كأنه بصوا القلم أنا عامله ازاي؟ أهو، اعتبر الجزء الصغير بتاع القلم اللي تحت ده قبل القطع الفلين ديت، ده اعتبر دي الجذر، اعتبر السواد ده هوت اللي انا ماسكه بصبعي ده الساق، خلاص، ماشي. يبقى هنا الجذر، هنا الساق، الاوراق طبعا موجودة على ايه؟ على الساق، كله كأنه انا بمثله شخصيا، ومش عيب حتى التمثيل ده، بمثله بالمواسير في العمارة. المواسير في العمارة ماسكة من الجذر، من الجذر. يعني ايه من الجذر؟ المواسير في العمارة ماسكة المية، لان هي مسؤولة عن المية. يبقى الوقت هنا الخشب مسؤول عن المي من تحت خالص لغاية اخر مكان في الشجرة اللي ممكن تكون 10 متر او 15 متر. طيب اللحاء فين؟ انصاف اقطار، لانه مسؤول عن الغذاء، انصاف اقطار مع مين؟ مع الخشب. يبقى ده اللحاء اهو، رسمة مهمة جدا قبل ما نخش في تفاصيل الخشب واللحاء والامثلة على ايه الانسجة المركبة.
يبقى الانسجة المركبة ما زلنا، يبقى ده قطاع عرضي، خلاص قطاع عرضي في ساق في اي حاجة اهو، قطاع عرضي في ساق ليه؟ عشان نوضح الخشب والايه واللوحة. طيب الانسجة المركبة بقى اللي بنسميها الانسجة التوصيلية او الوعائية هنقسمها لحاجتين، اول حاجة الخشب وهو نسيج مركب، اللحاء وهو نسيج مركب. طيب انت عاوز ايه يا مستر من الخشب ومن اللحاء؟ الخشب يتركب من اوعية وقصيبات، ده مهمة جدا هناخدها بالتفصيل ان شاء الله في اولى ثانوي وتانية ثانوي، اوعية وقصيبات خلاص، وبرانشيما الخشب، وبرانشيما الخشب، بس برانشيما الخشب ما بتبانش الا في القطاع الايه العرضي، اما القطاع الطولي ما بيبانش فيها البرانشيما الخشب. طيب الخشب احنا قلنا اوعية وقصيبات، طب الوظيفة الرئيسية وظيفته حاجتين، وظيفة الخشب حاجتين، نمرة واحد تدعيم النبات انه خشب، تدعيم ايه النبات. طيب رقم اتنين، خدوا بالكوا تدعيم غير الحماية، الحماية تدعيم وحماية في الجدار الخلوي خلاص، يبقى الوقت هنا تدعيم النبات رقم اتنين، توصيل الماء اللي بنقولها الاثارة النيئة، لازم نعرف الالفاظ دي، اثارة النيئة التي لم تجهز، النيئة من التربة عن طريق الجذر ثم الساق ثم الأوراق، يعني لجميع أجزاء النبات، جميع أجزاء النبات. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. طب تعالوا بقى كده نتكلم عن اللحاء. اللحاء يتركب من خلايا غربالية تشبه الغربال، وخلايا مرافقة، خلايا غربالية وخلايا مرافقة، وبرانشيما اللحاء. خلايا غربالية وخلايا مرافقة، الخلايا الغربالية دي بالذات رسمتها مهمة عشان الحركة السيتوبلازمية خلاص. بصوا كده دي خلايا غربالية الشكل اهي، خلايا مرافقة بتبقى اصغر شوية، خلايا المرافقة فيها نواة، نرسم خلية غربالية جنبها كمان عشان تبان. الحركة السيتوبلازمية مهمة جدا بقى بتبان في الجزء ده اهو، يبقى دي اسمها خلية غربالية، وساعات بنقول ايه انابيب غربالية خلاص، ودي خلية ايه مرافقة اهي، خلية المرافقة اللي فيها النواة، خلية غربالية فيها ثقوب تشبه الغربال، وظيفة اللحاء توصيل الغذاء بين قوسين الاثارة الناضجة خلاص المجهزة اللي اتجهزت في الورقة، الورقة هي مصنع الأكل، إلى جميع أجزاء النبات. طبعا موضوع شيق وجميل وبناخده في جميع المراحل، فنهتم به بقدر الإمكان، وهي الأنسجة النباتية واتكلمنا عنها بقدر من التفصيل للأهمية. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.